انا اتفق معك ابو فرح، بس انا ايش قصدي، انا اتكلم ليه ما ظهر يعني رئيس النادي او ليه ما ظهر هذا البيان، وان هذا الخطا من اللي حصل الثاني. من مثلا اي شخص ما يبغون يقولون اسمه ويحجون على جمهور الاتحادي، انا شخصيا يقولون هذا خطا من عندنا. انا هو قالها قبل ما قالوها، لا قال خطا في هو قال رفعنا الاوراق، لا قال في خطا من اداره النادي سبق وقالها في خط. انا شخصيا لو انا يعمل تحت ادارتي شخص واخطا ما راح افضحه قدام، ما راح اقول اسمه، لا تقول اسمه، بس قل هذا خطا من عندنا. هو قالها في السابق، قال خطا في الاداره انه شوف فيه طلع خاطئ للقضيه. طلع بيانين، البيان الاول وشاركنا ابو عبد الله، البيان الاول قال ان احنا حولنا وارسلنا بس ما اظهروا الحوالات في البيان الاول. البيان الثاني كان بيان شفاف، عفوا بيان يعني كلام مبهم. طيب ما كان فيه يعني البيان الاول، البيان الاول كان يتكلم عن القضيه بشكل عام اللي هي كل المبلغ، اوكي، لكن في النقطه اللي تكلم عنها وقلت لك انها سبق وقالها في تصريح اظن تلفزيوني سابق، كان يقول انه احنا في الاداره سبب في 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 سوء فهم الموضوع قضيه مانسو، وهو حددها الان بالنقطه هذه. وجيد منه يدل على نبله كإدارة نادي أنهم ما ذكروا اسم الشخص حتى ما يكون فيه ضغط أكبر عليه. جميل.